يبدو أن قرع فناجين القهوة السعودية هو الشيء الوحيد الجديد في القمة العربية الإسلامية المشتركة التي أقيمت يوم أمس في الرياض، فبالرغم من كل ما استجد في المنطقة حضر الزعماء وغادروا دون جديد. قمة حشد لها منذ أشهر وسوقت لها الدبلوماسية السعودية كثيراً لتخرج ببيان بدأ وكأنه محاولة لإخلاء المسؤولية أو ربما التهرب من استحقاقات المرحلة التي يتعرض فيها الشعبان الفلسطيني واللبناني لقدر هائل من الوحشية. فبالرغم مما استجد على الأرض من أحداث تتمثل في انتقال العدوان الإسرائيلي إلى لبنان وتزايد مخاطر اتساع رقعة الصراع، إلا أن بيان القمة خلا من أي قرارات أو إجراءات ذات جدوى واكتفى بالمراوحة عند حدود الشجب والإدانة ودعوة من لا يستجيب لإيقاف الحرب. اللافت في الأمر تجاهل القمة عدوان إسرائيل وأمريكا وحلفائهما على اليمن، ذلك العدوان المستمر منذ يناير الماضي وحتى عشية عقد القمة، وكأن هذا الأمر لا يعنيهم أو لعلهم لا يريدون إغضاب البيت الأبيض الذي يرى في ضرب اليمن استحقاقا للدفاع عن إسرائيل التي تنتهك الحرمات والقوانين في غزة ولبنان. والأكثر مرارة أن رئيس مجلس القيادة حضر القمة وألقى كلمة اليمن دون أن يشير ولو حتى إشارة بسيطة لما تتعرض له بلاده من استباحة من قبل الطيران الأمريكي والإسرائيلي منذ عدة أشهر. وبالرغم من الدور المحوري الذي تلعبه الجغرافيا اليمنية في مشهد الصراع الحالي ضد العدو الإسرائيلي، إلا أن ثمة من لا يريد لليمن أن يتموضع في موضع قوة، أو لعل ما يقوم به من دور مساند لغزة أحرج تلك الأنظمة وأظهر عجزها أو ربما تواطؤها. وبينما كان القادة العرب يتداولون كؤوس القهوة السعودية ويلوكون توصيات لا ترقى لمستوى الحدث، كانت صواريخ ومسيرات صنعاء تشق طريقها نحو مصالح إسرائيل وحلفائها في المنطقة لتؤكد بلغة الفعل أنها حاضرة في قلب الصراع وأنها غير معنية بعجز العرب أو قراراتهم.